اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هنا أنا مسوي عش. نجي هنا نشوف شكو ماكو. هنا أفراخ. هنا طبقة مال بيض. لا شنو؟ لا ما شاء الله أفراح. لا شنو؟ لا بيضة. لا بيضة. طبعا انا منتظرين البيوت يكملن وافلس الاقفاص كلها اشيلهم البيوت ما بقيهم. هذا زعطوط. هذا يطلع إيزابيل. شو هذا؟ هذا يطلع إيزابيل. يلا انطلق. شو لقطة حلوة. صباحكم الله بالخير حبايبي. وهذا الحجم اللي عندي. صباحكم الله بالخير. وهسه راح ابدي افتح البيوت اللي ما بيها انتاج. نبدي من اول بيت. هذا البيض راح افحصه. اي بيت في بيض افحصه. شاد اوقي ما شاد كله اشيله. هذا اول بيت ما شاد. البيض هذا نوزن فراح اشيله. شوف هذا البيض الثاني اللي مال بيت رقم واحد شاد لو لا. هذا البيت بيض مالته كله شاد. تعاوبه لا ما في. هذه بيضة قديمة اعرف هاني. هذا البيت بيه انتاج وما اعرف ايش بيت انتاجه. واحد اثنين واحد بس. اخوان هذني البيوت البقن. هذا بيبيض شاد. هذا بيفراخ. هذا بيفراخ. ذاك بيفراخ. هذا بيفراخ. وهذا بيفراخ. ذاك بيفراخ. وهذا بيبيض شاد. وطبعا كله بيض مشاد. وهذه الحصيلة النهائية. وحصلت طبقة مع البيض. هذا كل البيض مشاد. اخوان بعد ما نظفت البيوت وقتبتهم ضميتهم جوا. هذا المواد تعشيش. هذا المواد تعشيش انا ما ذبه.
هذا كله راح اغسله وشره واضمه للموسم الجاي. هاي الزوج اخر انتاج له وبعد راح اوقفه بعد طاهيه. انتاج الصيف مزعج. هذا اخر انتاج. بالنسبه لهذا الزوج يعني راح اوقفه. بس هي رجعت بيضة من جديد بس انا ما بقى راح اشيلهن. بالنسبه لهذا الزوج فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. لان 4 افراخ بس يطلع عنهم من اول شيء خان عليهم البيض اوقف عن الانتاج. وبالنسبه لهذا فراخ طلع عن الاثنين بهم تمليح رابقيهن. هذا خليت ويا المي مال السم مال حشرات هذه حشرات شي كله يطلع كله يموت واضح هذه حشرات يبدا يموت. خل احجي هاي الافراخ مساقين تحجيج. بسم الله الرحمن الرحيم. تحجل هذا هم يتحجل. هذا متحجل. هذا متحجل. شباب هاي اللقطة طبقة من البيض. بدلت الورق مال وبرده هذا القديم هذا جديد. السلام عليكم شباب. شباب هذا مسلق بدايته ان شاء الله يغطي المنطقة كلها. هذا جبناه من ابو علاء ان شاء الله يصعد وما انا هذا متسلق عندي مشكله وياه يعني كل ما اجيبه يكبر وهذا يعني لو ينشلع لو يموت لو يعني ما اعرف يعني يصير ان شاء الله هذا يقوالي يغطي المطر كله. وبالنسبه لهذني زارحنا هنا ما شاء الله هم الكبرانات تمام هم الكبرانات ان شاء الله وراح سلع السياج. بس المشكلة انها طيبة ما جاي تخلينها كل ما يطلع ياكلنا كل ما يطلع ياكلنا. عندي بذاك البيت افراخ حجرتهن وذاك محجلتهن كنت ناسيهن اصلا يعني عبرات المده حجلتهن. عندي هذا طلعت بعينه حبايه ما اعرف شنو هاونها كانت لديهن من ابى اذا مو زين اودي لي بيطري هذي طير عزيز علي. وهاي والله ماكو شيء سلامتكم شغالات ودوام. السلام عليكم. هذا هنا مفقسات ما شاء الله 3 افراخ من اصل كم بيضة 6 بيضات. هذا بيت ان شاء الله ما بيشي
ناجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وين نايمة؟ في التحسين سمي هذا أتوقع هذا هاف أورنج أتوقع يعني هذا أتوقع هاف أورنج وين بعد الله بعد كنا أفراق بعيدة ما أقدر ألوحة وجينا هنا هم واحد هاي بعد اجواء طيبة مباردة عندي هذا احتمال يصير ها احتمال وهاي سبحة العيد صبحكم الله بالخير حبايب الطيبين حبايب الطيبين جانا سؤال على انه الوقت الصيف حاليا هيك اجواء يصير انتج بهن لو لا بالنسبة للمحمية الخارجية اخوان حبايبي انا هسه بالنسبة لي انا بعد يعني انا هسه محميتي مو حارة كلش مناسبة وهاي هنا انا كومبيرا هاي اجواء فيت تجيها الشمس بس ساعتين وتروح هاي شوف شمس تحت تجيها من هنا ساعتين وتروح مع ذلك انه انا البيوت كلها شلتها انتظر هذن البيوت بهن افراخ اشيلهن وبعد حتى بعد ما ارجع لهن لان يعني الطير هذا خطير هذا راحة رايحة من هنا لحد الشهر العاشر خلي يرجع يعيد نشاطه قدم له فيتامينات قدم له معادن قدم له كل شيء قدم له اهم شيء يرجع لنشاطه وانصحكم تقدمون ملتي فيتامين ويا المي بالاسبوع مرتين على طول فصل الصيف لان هذه الطيور بالصيف تفقد هواي سوائل تحتاج تعويضات لازم تعوضها بالفيتامينات هذا متسلق زرعته هذا شوف كان الشمس مو عليه قوية فقللت من الزراعة هنا حولتهن حتى الشمس تجي مباشرة عليهم لأن الست الحسنة تحب الشمس مباشرة هذا ضاع قام يطلع صباحكم الله بالخير عندي ذاك البيت العالي افراخ شوف هذا فرق هنا ما اعرف يعني جاي شمروه الافراخ حاليا هذا الفرق
هذا يتحكم على البيوت يسوي هاي العادة السيئة. ظني هنا أنا ولا واحد؟ لا ما ظني. لأن أهل ما يدافع عليه مو زينات. هذا واحد. حجمه يمكن كبير. ما يتحجلن. والله لو يتحجل ما يتحجل. هسه حاول وياه. هذا بس واحد حجل. الثاني كبير ما يرحم. خليه هنا والله كريم. ها جبت هاي مخروف. بدنا نحجلهن؟ خلنا نحجلهن احسن. ما طول بعدهن صغار. صبحكم الله حبايبي طيبين، شلونكم؟ حبايبي بدون زحمه عليكم، اللي محتاج معلومات من الشجره الخلاط يتابع حساب الاخ ابو عبد الله محمد عيدي. هسه خليكم صور مال حساب مالته على هنا على هاي الجانب، وانصحكم تطلعون المعلومات مالته. كل مربي يحتاج هاي المعلومات، يعني انسان كلش طيب وجاي يعطيك المعلومه ببلاش. وهذا الفيديو ان شاء الله راح ينزل اليوم وباعوه.